بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة المتيرة اللي فيها ايديال غاز، يقول لك air at 80 كيلو باسكال 27 درجة مئوية 220 متر enters the diffuser at a rate of 2.5 كيلو جرام per second and leaves at 42 degrees Celsius. والإكزيت أريا عبارة عن 400 سنتيمتر تربيع. ويقول لك أيضا أثناء العملية في هيت لوس مقداره 18 كيلو جول بير سكند. أوجد الإكزيت فلاسيتي أوف ذا أير والإكزيت بريشر أوف ذا أير. يعني المجهول الآن هو V إكزيت و P إكزيت. هذا هو الديفيوزر حقنا، وهنا P1 80 و T1 ب300 و V1 ب220 والM dot عند المدخل ب2.5 وعند المخرج T2 حتساوي 315 كالفن. كيف ممكن الواحد يحل مثل هذه المسائل؟ يعني قال لك الإكزيت فلاسيتي أوف ذا إير. يعني أول شيء أنا أفكر فيه، ما هي المعادلات التي توجد فيها الإكزيت فلاسيتي أو الفلاسيتي إتسلف؟ فواحدة من المعادلات اللي هو الماس فلو ريت. خليني أشوف هل ممكن يساعدني هذا الشيء ولا لا. الماس فلو ريت تقول لي إنه الإم دوت آت ذا إكزيت يساوي V exit A exit over specific volume عند الإكزيت. طبعا الأريا حقت الإكزيت أعطاني إياها أريا. خلوني أستخدم، إذا سمحتوا أستخدم الحرف E بدلا من 1. 400 سنتيمتر تربيع. specific volume حق الإكزيت ما هو موجود، الفلوسيتي حقت الإكزيت أيضا ما هي موجودة. V exit تساوي M dot مضروبة في V specific volume عند الإكزيت على الأريا حقت الإكزيت. إذا الماس فلو ريت قلنا هنا 2.5 والكروس سكشنال أريا هنا ب 400 في 10 to the minus 4 متر تربيع. فممكن أنت تقول بستخدم ال V exit حجيبه كيف؟ B exit V exit من الايديال غاز لو R T exit. طبعا T exit معطى لك 315 ال R 0.287. ال pressure عند ال exit is unknown. اوكي طيب افكر ايش في معادلات اخرى فيها ال velocity. طيب يا ترى هل ال energy balance فيه ذكر لل velocity؟ ايوه، هذا هو الـ V exit. خلينا نقسم على M add، وبالتالي طيب اضرب في 2. طيب خذ الـ square root of both of them. طيب أباك تنتبه انتباه هام جدا، اليونت لهذه هذا الحد هي متر تربيع لكل سكند تربيع، بينما اليونت هنا هي كيلو جول بير كيلو جرام. طيب هل يا ترى الثنتين متكافئات؟ لا. روح إلى قانون نيوتن، يقول لك الفورس تساوي الماس في الأكسلريشن. أوكي الفورس عبارة عن كم؟ نيوتن حتساوي كيلو جرام في متر سكند سكوير. اضرب في المتر واضرب هنا في المتر، صار عندك هنا نيوتن متر. نيوتن متر يعني ايش؟ يعني واحد جول. حيساوي ايش؟ حيساوي كيلو جرام متر تربيع سكند تربيع. طيب اضرب الطرفين في ألف، حيصير عندك ألف جول حيساوي ألف كيلو جرام متر تربيع سكند تربيع. طبعا الألف هذه عبارة عن كي كيلو جول. إذا كيلو جول، جيب لي الكيلو جرام هنا
حيكافي ايش؟ 1000 متر تربيع لكل سكن تربيع. اذا هنا لازم اضرب في 1000 عشان تطلع النتيجة صحيحة. طيب قم بعملية التعويض زايد، اقرأ ال HI at 300 حتحصلها ب 300.19 كيلو جول بير كيلو جرام، وال H exit by interpolation 315.27 زايد ها ال VI هنا بكم؟ ب 220 الكل تربيع حتطلع لك 62.0 متر بير سكند. الآن هو يبغى الإكزيت بريشر، إذا تبغى نسوي علاقة ما بين الأيديال جاز لو عند المدخل بي في آي حيساوي آر تي آي، وعندك بي إكزيت في إكزيت حيساوي آر تي إكزيت، اقسم الثنتين على بعض وأنت تبحث عن مين؟ عن البي إكزيت. التي اكزت يا حبيبي معروفة ب 315 والتي اللت ب 300 والبريشر هنا ب 80 كيلو باسكال. ممكن هذه معادلة واحد نقول at the اللت، ممكن اقول انه بي اي في اي حيساوي ار تي اي، يطلع لي 1.07625 متر كيوب لكل كيلو جرام. خليني استخدم الام اكزت برضو تساوي في اكزت اي اكزت على في اكزت موجود في المقام هنا، وبالتالي في اكزت السبيسيفيك فول حيساوي في اي على ام دوت، الفيلوسيتي 62 في الاريا حقت الاكزت اللي هي 400 في 10 تو ذا ماينس 4 على الماس فلوريت اللي هي 2.5، يطلع لي 0.992 متر تكعيب لكل كيلوغرام. حلوه المساله دي يا اخوان، ما هي ستريت فورورد. طيب يرجع للمعادله هذه، خلاص اذا بي اكزت حيساوي 80 في الفي اي 1.07625 على 0.992 في 315 على 300 يطلع لي 91.134 كيلو باسكال. أتمنى أنكم استفدتم من المسألة هذه، ونشوفكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.